شنو لقيت؟ الصدمة. دوسيها وحدايا تلقيت في قدام باب الدار رقم الدار 50 مكرر بالرباط. انتم عارفين انا في 2019 كنت قلت لكم انني انا يا متبنيه راه هادشي جيو بوكو دارسيلمون ما تعذبت باقا كنتعذب حيت اشاك فوا سيت مره سيرت انا يا قويه ولكن راه ميمكنش كل نهار كيعيط لك شي واحد في التليفون تيقول لك انا امك لي زيميل انا امك انا امك انا امك انا امك وداكشي كامل ما فنه والو باش ندوز لحاجه اخرى خصني نسد هذا لو شابيت. عيطت لافوكات اللي كنشكر على هذا الباب لافوكات سميتها حنان ناصر مشيت للخيريه ديال لاله مريم اللي كاينه بالرباط حنان صافي ندخلوا في هاد لا بروسيدور مشينا للقاضي الاسره خرج لو دوسي شنو خرج لو دوسي شنو لقيت الصدمه دوسيها وحدايا تلقيت في قدام باب الدار رقم الدار 50 مكرر بالرباط شارع شله ابارامون الام ديالي سميتها السعديه وحطاتني قدام باب الدار ديال رقيه بن بشير وهي السيده خدامه عند واحد السيد بن علال كرهتش نعرف هاد طريق ابو قاسم هاد الدار ديال طريق ابو قاسم وهاد السيده سميتها رقيه بن بشير الا كان ممكن الا ولدها ولا بنتها ولا بنت بنتها ولا ولدها ولا اللي كان يدخل عندي ويهضر معايا يعني ما كرهتش